هلو ماي فريندز، خوتي حبابي، كلشي بخير هانيه. اش غنقول لكم؟ هاد خرجت من المحكمه دابا. شنو كاين؟ كنت دزت عند النائب وكيل مالك عمر هدار، فريم راجل محترم داير الخدمه ديالو. المشكل واحد اللي كاين، هما دابا طلبوا ليا 50,000 درهم ديال الكفاله او ندخل الحبس. ودابا هادشي انا اللي قلت لهم، قلت لهم انا ما غنخلصش 50,000 درهم الكفاله، وخا يقولوا لي 2,000 درهم ما نخلصهاش باسكو ما درت والو. داكشي علاش دابا عطاوني واحد المهله ديال يومين، نهار الاربعاء عاوتاني غنتقدم وغادي تما. بغيت نخلص هو هذاك، ما بغيتش نخلص. باش غادي زعما نخلص الكفاله؟ انا ما هارب، ما قتلت شي واحد، ما درت شي اجرام. انا موجود اي وقت يعيطوا لي كان نكون موجود. علاش كنخلص 50,000 درهم ديال الكفاله؟ وداكشي علاش. انا عندي البروف ديالي، ان شاء الله غنحطهم في المحكمه. وهادشي اللي كاين، وشكرا. والناس اللي كيتسناو هاد الميساج ديالي، شكرا.